صوفيا. كثر خير الحبيبه ديالي والربح. مرحبا بك. مرحبا بك دابا الوصفه اللي غادي تعطينا لاله صوفيا كتديني العيد الكبير ان شاء الله. الحمد لله نتفكر على العيد الكبير هاد الوصفه. ولكن انت وقيت البرد كتليق. كتعملوها اللي هي البكبوكه. واو. معروفه وجده بالبكبوكه واللي مشى لشي دار وجديه وما فيهاش البكبوكه وخصوصا نهار العيد كانه ما دار والو ياك لاله صوفيا. نعم انا اش كنحتاجوا لها؟ كنحتاجوا لها الدواره ديال الحولي كامله. يعني غير من غير الكبده والقلب اللي ما كتحتاجيهمش. وغادي تحتاجي شويه حمص يعني على حسب داك نص كيلو. النص ديالو غادي تفسخي ونص غادي تخليه. وغادي ديري واحد الكاس ديال الرز واحد جوج بصلات وشويه ثوم والطوماطيش محكوكه. شحال تقريبا الطوماطيش؟ مطيشه واحد جوج شبات. والثوم والثوم قولي على حسب واحد نص راس. ما يكونش كبير بزاف. والقزبر والمعدنوس بالزايد. والعطور غادي نستعملو شويه حبه كحله. شنو هي الحبه الكحله؟ هي الفلفله الكحله. نعم. هي البزار. الكمون. هي البزار. هي البزار. والكمون. نعم. والفلفله الحمراء. والكنجبير. نعم. وغادي نديرو شويه كرويه لحقاش باش تهضم لحقاش هاد الماكله دسينه شويه. نعم. وشوية زعفران والملحة على حساب. نعم صافي. سجلتي نعم الزيت بطبيعة الحال ولكن الزيت ماشي بالكثرة لحقاش الدوارة ميدمة. نعم صافي هادشي اللي عندنا. صافي هادشي اللي كاين فيها. نعم عاودي بصوتك جميلة أهانة. الله يخطيك الله صفية. عندنا هاد البكبوكة الوجدية كنحتاجو لها لا الدوارة كاملة ديال الغني ما عدا الكبدة والقلب هما اللي ما كنستعملوش فيها. عندنا نص كيلو ديال الحمص غنقسمو على جوج ربعة ربعة. النص غنفسخو والنص غادي نخليوه هكاك صحيح. المهم راه مفزق. عندنا كاس واحد ديال الرز جوج ديال البصلات تقريبا واحد نص راس ديال التومة يكون صغير. وغادي نشدو داك هاد الحمص اللي مفسوخ غادي نديروه في واحد البانيو ولا ونزيدو عليه داك الكاس نتاع الروز ونزيدو عليه واحد البصله وحده وغادي نزيدو شويه ثوم وغادي نزيدو غير شويه عاوتاني طوماطيش وشويه قزبر ونزيدو العطور كامله وغادي نخلطو هذاك الشيء ياك. وإلا بغيتيها على طيبه الحلاوه تزيدي واحد شويه جديد. ما بغيتيش الحلاوه ما تزيديش الجديد ياكي. غادي نقبدو هذيك الكرشه اللي قبدناها قطعناها غادي تقطعها مربعات غادي تجيك مثلثات. غادي نقبدو الابره والخيط وغادي تخيطي. غادي تخيطيهم على شكل بحال مربع غادي يجيك مثلث. المهم هي ما عندناش الماك غادي نعبرو ونقطعو كشتي الكرشه كده. غادي تقطعي تخلي لها الفوم ديالها غادي تعمريها غير ثلاث ارباع وغادي تخيطيها. نعم اذا الكرشه ما قطعناهاش قطعنا غير المكونات. نعم الاخرى والدوار الاخرى والمسامره حتى هما يا مغسولين ومحكوكين مزيان ومدفورين. واه والمسامره ما غاديش تلحيهم. لا والو لا ما لحنا حتى حاجه. الله يودي. لا ماشي تلحيهم ما تخلطيوش مع داك الخليط. ما نعمروش بهم الكرشه. لا لا ايوا غادي المهم ملي كملتي وخيطتي غادي تجيبي الكوكوط عاوتاني غادي ديري فيها ديك البصله اللي هدينا وحده وغادي ديري فيها شويه طوماطيش شويه ثوم كاع من داك العطور غادي ديري في هذا. العناصر كلها مقسومه على جوج. وغادي ديري شويه زيت في الكوكوط على حساب داك الا كانت الدوار ميدمه غادي ديري واحد جوج معالق ولا كانت ماشي ميدمه غادي انت عينك ميزانك تزيتي الا ما تزيدي الزيت وسلام. المهم غادي تخوي ديك الزويت ديك غادي تخوي ديك المسائل غادي ديريهم ديري ديك البكبوكه في الكوكوط وما تلحيش الحمص في الاول غادي تبقاي تقلبيها. الحمص دابا اللي هو اللي ما مفسخش. ها الحمص اللي خلينا هو اللي ما مفسخش. امال اللي مفسخ راه ما عرفناش راه حنا في وسط البكبوكه. ايوا غادي تكبدي واحد الصفو ديك الماضي غادي تبقاي تحل تسقيها باش هي تخرج الماء ديالها وتدي الماء. ما تعمريهاش بزاف حقاش الا عمرتيها بزاف غادي تطرطق. نعم غتعمريها ثلاث اربع داك الكرش. ايوا غادي الرز اللي درنا معاه الداخل مسلوق ولا ما ولا خضر؟ الخضر خضر حتى هو. علاش حنا كنتقبعوش غادي تبقاي تدي الماء وترمي الماء. نعم اذا الرز حتى هو غادي يكبر حتى هو غادي يضعف الحجم غادي يكبر كلش. غادي منين غادي تبغي تلوحي قدري الكوكوط ديالك غادي تعمريها بما فيها شي كتبغي شويه وقت الطياب وغادي تلوحي داك الحمص وغادي تلوحي دوك المسرينات. نعم وغادي تخليها طيب واحد نقولوا ساعه على نار مهيله
وعينك ميزه كثير غادي تشوفي الا كانت الخروف صغيره انت كديري ديك الضوء بخوك هكذا غادي تبغي بحال تنتف معاك. نعم كانت غادي تبقى لك الا ما كانتش طايبه غادي تبقى لك بحال عافيه شاده وغزي رود ترديها طيب. نعم كتعاودي تضيفي الطماطيشه والبصله والثومه لا ديك كيما قومتي بخوك غادي تولي تقومي ديك المريقه اللي غطيب فيها فيها غادي المريقه اللي طيب فيها. نعم والطبقه هو ملي كتقدم كتقدم هكا كناشفه حتى تنشف منه ولا كتبقى فيها مريقه؟ لا كتبقاش فيه كتبقى واخا كتبقى المقامه مغريه. وكتقطعوها عاد كتقدم اولا؟ لا حطيها حطيها بعد غادي تجي على شكل صايمه وغادي تجي بحال كرات. نعم كتقدم هكذاك وكتجيبي الموس وكتبقاي كتقطعي كل واحد اللي بغا يحط قدامه في الطبيشه اللي يحط ولا بغيت تحط تقسمي قدامك وكلي. كتجي بحال الطيخه المعمر ولا بحال هاد الماسك اللي عندك الوالدين وهي الا بقات ما كتبيعش بحال اللي كيحتفظ بها في المجمد. يعني في ايامات العيد ماشي كيما الاخرين الا بقات صافي كتبقى لك هكذاك الحبيبات كتبقى مخزونه. نعم نعم حتى هي ممكن كتحتفظوا بها. على اي نادي وصفه وجديه 100% البكبوكه هو. نعم.